اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستنزل المزيد من كرمك، نستنزل المزيد من إحسانك، نستنزل المزيد من عطائك بذل عبوديتنا لك وبإيماننا بك. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأنك الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان يا رب العالمين. وفق الطلاب في امتحاناتهم يا ذا الجلال والإكرام، افتح اللهم عليهم، علمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم، وارزقهم في كل ما يفعلون ويتعلمون الإخلاص لوجهك. اجعل اللهم هذه البلد بلد آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ورد كيد الكائدين في هذه البلدة إلى نحورهم يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.